الدرس الأول، سلامتي من واجبي. نشاط واحد، نلاحظ ونكتب ونستنتج. ننقسم إلى مجموعات ثنائية ونعبر عن الرسومات كتابيا في الجدول. الصورة الأولى، نعبر عن الحالة: العطس بسبب الإصابة بالرشح. الأداة الواجب استخدامها المنديل، أهميتها منع انتقال العدوى. الصورة الثانية، نعبر عن الحالة: رجل يسوق دراجة بخارية. الأداة الواجب استخدامها الخوذة، أهميتها الوقاية، وقاية الإصابة في الرأس. الصورة الثالثة، نعبر عن الحالة: طفل يريد أن يسبح في المسبح. الأداة الواجب استخدامها العوامة، أهميتها للوقاية من الغرق. الصورة الثالثة، نعبر عن الحالة: رجل يقترب من النحل ليستخرج العسل، ما يسمى النحال. الأداة الواجب استخدامها لبس القفازات. مصنوع القفازات من مادة طرية لتسهيل حركة الأصابع. ولبس قناع الوجه عبارة عن شبك معدني أو بلاستيك مثبت على قبعة مرتفعة الحواف. ولبس البدلة يلبسها النحال فوق ملابسه وتصنع من قماش سميك، أهميتها للوقاية من قرش النحل. الحالة الثالثة، الصورة الثالثة، نعبر عن الحالة: رجل يعمل حداد. الأداة الواجب استخدامها: يجب عليه أن يلبس القناع الواقي الخاص بالحدادة، أهميتها هذا القناع يقيه من شرارة الحديد للإصابة في عينيه ويمنعه أن يستنشق ثاني أكسيد الكربون للحفاظ على سلامته ومنع استنشاق ثاني أكسيد الكربون الذي يؤثر على جهازه التنفسي. أنا تعلمت أن السلامة العامة هي إجراءات نتبعها لنحافظ على أنفسنا من الخطر والأذى. نشاط 2، نلون ونصل ونستنتج. ننقسم إلى مجموعات ثنائية، نلاحظ الرسومات في العمود ألف ونعبر عنها شفويا. نلاحظ الرسومات في العمود باء ونلونها. نصل بين الرسم الذي يمثل السلوك غير الصحيح في العمود ألف والرسم الذي يمثل السلوك الصحيح في العمود باء. الصورة الأولى، يجب علينا الاهتمام بنظافة الغذاء، يجب علينا أن نغسل الفاكهة والخضار. الصورة الثانية، يجب علينا الجلوس بطريقة سليمة لمشاهدة التلفاز واستخدام الأجهزة اللوحية من مسافة مناسبة. الصورة الثالثة، صعود الدرج ونزوله بهدوء ونظام. الصورة الرابعة، تجنب تسلق الأسوار والأشجار. تعرفنا على هذه الصور وتعرفنا على مدى الوقاية للحفاظ على أنفسنا. أنا تعلمت من واجبي اتباع طرق السلامة العامة، مثل الاهتمام بنظافة غذائي، الجلوس بطريقة سليمة ومشاهدة التلفاز واستخدام الأجهزة اللوحية من مسافات مناسبة، وصعود الدرج ونزوله بهدوء ونظام، وتجنب التسلق الأسوار والأشجار، واتباع تعليمات المعلم التي تهتم بسلامتي وعدم العبث بالأدوات والمواد التي تسبب لي الضرر. نشاط 3، ألف، نلاحظ ونستنتج ونكتب. ننقسم إلى مجموعات ثنائية، نلاحظ الرسومات ثم نعبر كتابيا كما هو مطلوب. الصورة الأولى، اللعب في الشارع. رأينا في السلوك، هذا سلوك خاطئ، يوجد مكان مخصص للعب في كرة القدم،
وعدم اللعب في الشارع لتجنب إصابات والحوادث السيارات. الصورة الثانية، اللعب بالمفرقعات النارية. رأينا في هذا السلوك، هذا سلوك خاطئ، يجب علينا عدم العبث بالمفرقعات النارية ولا نستهين بها، لأنها تسبب لنا الضرر، والأثر الناجم عنها أنها تسبب لنا الضرر في الأعين وفي باقي أجسامنا. الصورة الثالثة، نسبح في المكان المخصص. رأينا في هذا السلوك صحيح، يجب علينا أن نسبح في المكان المخصص، المكان الذي لا يوجد فيه الصخور ولا المكان الذي يوجد فيه الحفر، ويجب أن نسبح في المكان الذي يوجد فيه المنقذ. نشاط خمسة، نلاحظ ونكتب قصة. الصورة الأولى، عادت سلمى وأخوها أحمد من المدرسة. الصورة الثانية، كانوا يشعرون بالبرد وأمهم أشعلت لهم المدفأة. الصورة الثالثة، وخلال نومهم في غرفتهم أخرج أبوهم المدفأة من الغرفة. الصورة الرابعة، أطفأ الإنارة في الغرفة وفتح شباك الغرفة للتهوية. نكتب القصة الواردة في النشاط خمسة. أنا تعلمت يجب أخذ الحيطة والحذر عند استخدام الوسائل والأدوات مثل وسائل التدفئة والشموع والغاز ومفاتيح الكهرباء وأدوات المطبخ وغيرها، لأن الحيطة والحذر يوفران لنا السلامة والأمان. بعد أن تعلمت أبين معنى السلامة العامة. السلامة العامة هي الوقاية وإجراءات نتبعها لنحافظ على أنفسنا من الخطر والأذى. 2. أضع إشارة صح أمام السلوك الصحيح وإشارة خطأ أمام السلوك غير الصحيح. الصورة الأولى، خطأ. الصورة الثانية، صح. الصورة الثالثة، خطأ. الصورة الرابعة، صح. 3. اكتب طرق الحيطة والحذر عند استخدام الكبار لغاز الطهي. يمكننا إقفال أنبوبة الغاز بعد الانتهاء من الطهي. ممارسة السباحة، لبس العوامة، قطع الشارع، نقطع الشارع من ممر المشاة، ارتفاع حرارة الجو، شرب الماء، والإكثار من شرب السوائل. We'll be right back.